مشاهدينا أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج مفاتيح الحياة. هنكمل النهاردة الموضوع اللي بدأناه الحلقة اللي فاتت وهو التوازن في العلاقات. عرفنا الحلقة اللي فاتت إن سر التوازن في العلاقات هو الوعي مش البرمجة، عشان البرمجة عمية بتخلينا ما نشوفش الطرق والبدائل والحلول اللي تخلينا نغير حياتنا ونطورها، لكن الوعي نور بينور لنا طريقنا وبيوضح لنا كل جديد وبيوضح لنا كل الطرق والبدائل اللي ممكن نخلينا نغير حياتنا ونطورها. يعني الوعي بيوزن العلاقة. مثلا لو في مجتمع عنده برمجته اللي هي عاداته تقاليده عرفه ثقافته تفكيره، بيفكروا بيقولوا ان الولاد الكتير عزوة، ان هم مثلا اقل حاجة 5 ولاد فيما فوق ممكن يبقوا 10. وعلى فكرة انا في مرة سألت واحدة من مجتمع كده عندهم الثقافة دي، قلت لها انتوا ازاي بتخلفوا العدد الكبير ده وانتوا مستواكم المادي ضعيف، يعني ولا بيبقى فيه رعاية متكاملة للطفل صحية وما بيقدرش يتعلم، ليه بتعملوا كده؟ ليه ما بتقللوش العدد؟ كان ردها ان احنا لقينا اهلنا بيعملوا كده فاحنا عملنا كده، كل الناس بتعمل كده فاحنا بنعمل كل زي كل الناس. احنا لما بنيجي نتجوز بيقولونا لازم تجيبوا ولاد كتير وتبقى عزوة، فهي عبرت بالكام جملة دي عن برمجتها، عن العرف السائد، عن الثقافة السائدة في مجتمعها. هم بيحاولوا ان هم كله يعمل زي بعضه عشان يحسوا بالأمان الجمعي. الأمان الجمعي اللي هو بيبقى عامل زي القطيع. القطيع هنا تشبيه مش تقليل، عشان احنا دايما عندنا القطيع بيبقى ماشي في سرب واحد، ماشيين مع بعض في نفس الطريق وبياكلوا نفس الأكل نفس الطريق ماشيين فيه، مع ان لو حد من القطيع طلع ممكن يلاقي مكان تاني فيه خير كتير جدا وزرع وأكل كتير تاني. فهو ده اللي بيحصل مع الناس، كلهم بيمشوا بنفس الطريق بحجة ان هما بيبقى في امان جمعي، ان احنا كلنا بنعمل زي بعض بنتشجع ببعض، لكن للأسف ده مش امان جمعي، ده غباء جمعي. ان احنا نقفل كل الطرقات التانية، ما نوجدش طرقات تانية نمشي فيها ممكن تطورنا وتغيرنا وتخلي حياتنا افضل. يعني في المثال اللي انا بقوله، المجتمع اللي بيخلفه كتير وده عزوة، لو مثلا حد خرج عن القطيع وابتدى يفكر، ابتدى يسأل نفسه، هو احنا بنخلف كتير ليه؟ طب هو انا لما اتجوز واخلف اجيب ولاد كتير ويتربوا زي، ما ياخدوش حقهم من التعليم، ما ياخدوش حقهم من الرعاية؟ لما بنسأل الإجابة بتيجي، فلما يوصل لإجابته انه ده حاجة مش صح، هي مجرد احنا ماشيين زي اللي قبلنا، بيبتدي يغير تفكيره ويغير حياته ويبتدي يقرر ان هو مثلا هيخلف طفل او اتنين، هيخليهم يربيهم كويس ويحقق التوازن في تربيتهم، وكمان هيحقق التوازن في علاقته الزوجية. مفيش علاقة زوجية بتبقى متزنة مع ضغط مادي مستمر. مين اللي هيبقى عنده 7 ولاد و10 ولاد و5 ولاد وهيبقى مش في ضغط اللي جاي اقل؟ عشان انا بقول المجتمعات دي بتبقى مستوى المادي بسيط مش اللي هو عالي او مرتفع، فالدخل بيبقى اقل بكتير من اللي محتاجه البيت عشان يتوازن، فبيبقى الزوج والزوجة على طول في صراع مادي، وده بيعمل خلل، بيعمل خلل في العلاقة، بيعمل خلل في الأسرة كلها. فالشخص ده لما خرج عن القطيع وحقق التوازن والتغيير، على فكرة هو فاد نفسه، وفي ناس كتير هتعمل زيه لما يلاقوه هو نجح، ان هو ربى ولاده كويس، ان هو علم ولاده كويس. فاحنا الوعي ماضي، فمهم جدا ان احنا على طول نشوف احنا صح ولا غلط ونصحح ونطور في نفسنا. محتاجين نتحرر من الامان الجمعي. فكرة الامان الجمعي اصلا بتخلينا مكاننا، بتخلينا في منطقة الراحة الجمعية، كلنا قاعدين مع بعض في نفس المكان وفي نفس الظروف وفي نفس كل حاجة، ما بنطورش نفسنا. بتحرمنا من ان احنا نتغير، من ان احنا نتطور، من ان احنا نتوازن في علاقاتنا. فمهم جدا ان احنا نبقى واعيين بعلاقاتنا عشان نوازنها.
هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع نتكلم في موضوع مهم جدا، وهو الزوجة لما تتخان هتوازن علاقتها ازاي؟ الزوجة لما تتعرض لخيانة هتوازن حياتها ازاي؟ لما تتعرض لخيانة سواء ان زوجها مر بنزوة او ان هو اتجوز عليها. انا مش بتكلم الجواز اوكي حلال، بس انا مش بتكلم من حيث المبدأ، انا بتكلم من حيث الصدمة ان هو يبقى مش قايل لها. ففي الحالات دي اهم حاجة، اهم نقطة في العلاقة الزوجية الوضوح. بيوفر الوضوح والصراحة بتوفر مشاكل كتير قوي. يعني مثلا لو الزوج عايز يتجوز يصارح زوجته ان انا عايزة اتجوز ويقول لها اسبابه. على فكرة في زوجات بترضى وفي زوجات ما بترضاش، يعني زي ما هو ليه حرية ان هو يدي قرار يتجوز تاني، هي كمان ليها حرية ان هي تكمل ولا لا. في بيكملوا فيها ما بيكملوش. كمان الوضوح في المشاعر في العلاقة مهم جدا. الوضوح سر من اسرار توازن العلاقة في كل حاجة. يعني لو حد مشاعره قلت من الطرفين يواجه التاني. على فكرة احنا لو كنا واضحين من الاول لما بتبتدي المشاعر تقل لأي سبب بنقدر نستوعبها وبنقدر نتجنبها. ما يبقى في وضوح، الطرف التاني بيتجنب اللي وصل واحد لمشاعره تقل. فمهم جدا ان احنا دايما نبقى واضحين في علاقاتنا، واضحين ان احنا نعبر عن مشاعرنا. حتى لو طرف بطل يحب التاني يقول له، اصل كل حاجة بتتغير. مفيش حاجة مبتتغيرش في الكون، الكون كله الأرض اللي احنا ماشيين عليها بتتغير، واحنا في اللحظة اللي احنا عليها بتتحرك. فمفيش لحظة زي اللي قبلها ولا زي اللي بعدها. فمهم ان احنا نبقى عندنا الوعي ان كل حاجة بتتغير، فصدمتنا بتقل وبنتقبلها. وكمان محتاجين علشان نتقبل أي مشاعر اتغيرت في العلاقة ان احنا نتعامل مع الشخص بمشاعره الآنية، يعني بمشاعر دلوقتي. للأسف إن إحنا في العلاقات لما مثلا بيحصل حد بعد ما كان بيحب مثلا زوجته أو هي بتحبه قوي، المشاعر بتقل أو بتروح، بيبتدي الطرف التاني يسيب اللي حاصل دلوقتي، المشاعر الحالية بتاعت الشخص اللي قدامه، يفكر ده كان زمان بيحبني كذا، ده كان بيعمل عشاني كذا، ده كان. أنت على فكرة بتقول ده كان، خلاص احنا في اللي دلوقتي، هو مشاعره اتغيرت، فانا المفروض اتقبلها عشان اتعامل معاها. فمهم جدا نقطة الوضوح والتعامل مع المشاعر الحالية للشخص اللي قدامي. طيب في حاجة برضو في نقطة الزوجة المتخانة عايزة افهمها وتفهموها معايا ونشوف برمجتها ايه. ان هي ليه الزوجة لما بتتخان كرامتها بتنجرح؟ كرامتي انجرحت، كرامتي ضاعت، كرامتي في الارض، الناس هتقول عليا ايه؟ على فكرة الكلام ده مش منطقي. يعني ايه علاقة كرامتك بخيانة جوزك؟ يعني خليك انت انجرحتي في مشاعرك، اتضايقتي، اتصدمتي، اوكي، لكن احنا بنحمل نفسنا فوق طاقتنا. ايه دخل الكرامة؟ دي مجرد برمجة احنا سمعناها وشفناها من العلاقات اللي حوالينا ومن الافلام ومن المسرحيات ومن المسلسلات ومن كلمات الاغاني. لكن على فكرة تعالوا ننسف البرمجة دي مع بعض، نفكر بمنطقية. واحدة جوزها خانها، هي ايه علاقة كرامتها بالموضوع؟ بالعكس، انسان لما بيغلط او بيخون هو بيقلل من نفسه مش بيقلل منك. انت قاعدة في البيت ومحترمة وكرامتك في السماء، انت مش محتاجة انك تنجرحي وتقولي كرامتي، لا، انت كرامتك في السماء. وهو مفيش حد بيتعاقب عن حد كمان اللي غلط وبيخون، هو اللي بيتعاقب عند ربنا. ومش مهم الناس يقولوا ايه، اساسا احنا مش مهم رأي الناس فينا، المهم انت تبقي عارفة ان انت كرامتك محدش مسها. الانسان بيقلل من كرامته هو بس اللي يقدر يقلل، مفيش حد يقدر تاني يقلل من كرامته. فلما الواحدة في العلاقة او اي حد، بس احنا نرجع لمثالنا ده، هي تعرضت للخيانة، فلما تستوعب يبقى الألم نص الألم، إن مفيش، خلاص أنا كرامتي في السماء، أنا حدش يقدر يجي جنب كرامتي، هو اللي قلل من كرامته.
تبتدي تتزن داخليا كده، وتبتدي بقى الخطوة اللي جاية تتزن فيها، أنا هكمل ولا لأ. لو قلنا إن الواحدة هتتسامح وتكمل، أهم حاجة هتكمل إزاي؟ لازم التسامح يبقى 100%، لازم يبقى من جوه وبره، عشان اللي جوه بيطلع. يعني لما الواحدة بتقول أنا مسامحة وهي مش مسامحة، بتعيش اللي قدامها في تعذيب، تأنيب ضمير 24 ساعة، تلطيش كلام، كل شوية تفكره كل شوية، عشان هي جواها ده الألم. فكل ما بتتألم بتفتكر وبتبتدي تعذب الشخص اللي قدامها. فمهم جدا ده قرارك، لما تاخدي قرار أو قرارك إن أنت تسامح اللي قدامك، ادي القرار صح وادي الفرصة كاملة. لو هتدي الفرصة ناقصة يبقى ما تديهاش أحسن، عشان الحياة بتتحول لجحيم. وحتى لما بنقول مثلا احنا بنكمل، انا تقول لك مثلا الواحده لا انا بكمل علشان ولادي وانا متضايقه كده، لا انت بتعيشيهم هم كمان في جحيم. العلاقات اتخلقت للموده والرحمه والمساعده والحب، ما اتخلقتش للاذى والتعذيب والحزن. فلما البني ادم يبقى في علاقه مش شايف حلوها، كل علاقه فيها الحلو والوحش بيكملوا بعض، لما البني ادم ما يشوفش حلو العلاقة يبقى كده أهم، يعني الصح إن هو يتحرر منها. مش دايما بيبقى سر نجاح العلاقة إن إحنا نكمل، لا، ساعات بيبقى سر نجاح العلاقة إن إحنا ننفصل، وده بيبقى أحسن للولاد وأحسن للزوجة أو الزوج اللي هما مش شايفين حاجة حلوة في العلاقة تاني. في بقى نقطة مهمة جدا ممكن كتير دلوقتي بيسألوها، طيب الواحدة بتتعرض مثلا لموقف الخيانة، مش كل ست بالذات في مجتمعنا ومجتمعاتنا العربية بتقدر ان هي لو مش عايزة تكمل ما تكملش، ساعات بتكمل مضطرة، اضطرار بقى، ما لهاش سند، ما لهاش اهل، ما لهاش دخل مادي، بيبقى عندنا ظروف كتير ما فيش حد يعولها، فبتكمل مضطرة. طيب اللي بتكمل مضطرة دي تعمل ايه؟ الكلام اللي هقوله ده لكل واحد او واحده مكملين في جواز، مضطرين، مكملين في اي علاقه، مكملين في شغل، مكملين في اي حاجه في حياتهم، وضع هم مش عايزينه، هم مكملينه عشان مضطرين مش عايزين. ونرجع يعني لمثالنا، لو الواحده حصلت خيانه من جوزها وهي مش متقبله مش عايزه تكمل حياتها، بس هي مضطره ما عندهاش حل تاني، هتعمل ايه؟ قبل ما اقول هتعمل ايه، هقول هي ايه اللي بيتعبها وايه اللي بيأذيها. اللي بيتعبها وبيأذيها ان هي رافضه، الرفض بيصدر للبني ادم طاقه سلبيه بتضعفه، بتخليه ضعيف جدا، والضعف ده بيعيشه في دور الضحيه، اللي هي دايما بتلاقي الواحده المغلوبه على امرها عايشه في دور الضحيه، انا هعمل ايه، انا ضحيه، هي خلاص حطت نفسها في الحته دي. وللاسف لما بنحط نفسنا في دور الضحية كأن إنسان أصابه الشلل، إن هو بيبقى مش عارف يفكر، مش عارف يغير، مش عارف يوجد حلول، مش شايف، الرؤية بتروح من عنده تماما، فبيتحول إن هو على طول يبقى مقهور على نفسه، أنا متضايق، أنا تعبان، وتلاقي الشكوى ودور الضحية، وده بيستنزف طاقته وبيستنزف كمان صحته. ويمكن من احد اسباب مرض الكانسر الانسان يتحمل وضعه مش عايزه، حتى لو في شغل مش في علاقات زوجيه او كده. طب نعمل ايه؟ على فكره هي العمل كلمه واحده، السر في كلمه واحده اللي هي القبول مش الرفض، عكس الرفض، كلمه واحده بتغير حياتنا. القبول ليه طاقة إيجابية بتدي قوة، بتخلي البني آدم يعرف يواجه الموقف. القبول والرضا بيدينا طاقة وقوة نعرف نواجه الموقف، نعرف إن إحنا نحاول نغير، نعرف إن إحنا نشوف الحلول والبدايل اللي إحنا ما كناش شايفينها وإحنا رافضين، بنعرف ساعتها إن إحنا نغير حياتنا. وعلى فكرة بإذن الله بتتغير، بإذن الله بتتغير، وأكيد هتتغير، علشان دوام الحال من المحال، مفيش حاجة بتدوم،
الدائم هو الله ورحمته فقط لا غير، لكن احنا بنستمر بعنائنا لما احنا بنقرر، لما بنعيش بدور الضحية. هو دي الحالة الوحيدة اللي بنستمر بيها بالعناء بتاعنا، لكن لما بنقبل وبنرضى وبنصبر صبر جميل، ربنا بيدينا الخير بعد كده، ربنا بيأجرنا خير، وربنا كمان قال لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني ساعات كتير قوي في علاقات في حياتنا وفي مواقف نبقى كارهينها ومش قادرين نكملها، لكن على فكرة مجرد ما بنرضى بيها، على فكرة الرضا والتقبل ده عبادة، مجرد ما بنرضى بيها ربنا بيورينا المنحة اللي جوه المحنة، بيورينا المنحة اللي جواها وبنشوف الخير اللي فيها، وساعتها سبحان الله حياتنا بتتغير. وده وعد ربنا، ان ربنا قال لنا ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر مرتين وتكرروا للتأكيد، وربنا قال مع مش بعد. يعني اي عائق، اي مشكلة، اي وضع في الحياة بيبقى موجود الحل بتاعه قدامه، بس احنا ليه مش بنشوفه؟ احنا مش بنشوفه لما بنبقى في حالة عدم رضا. الرضا هو اللي بيخلينا نشوف الحلول ويخلينا ان احنا فعلا نغير حياتنا. انت في ايدك وده قرارك، لما بترضى بتشوف الحلول كلها كاملة وبتغير حياتك. انا عارفة ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده باستفاضة عشان هو موضوع مهم وموضوع فعلا بيلمس ناس كتير، وانا اتكلمت برضو بمقاومة التقبل، اي حد في موقف مش قادر يتقبله او مضطر ليه، ده مهم جدا، هو ده النور اللي في الضلمة اللي هنطلع منه، ان احنا نحل الموقف ونغيره ونغير حياتنا. كمان عندنا في العلاقات بجد ملف كبير ورائع وفي حوارات وكلام كتير جدا. عندنا من اهم الحاجات اللي بتخلي العلاقة مش متوازنة هي الخوف من الرفض. لما بنخاف من الرفض بنبتدي نلبس بقى اللي هي الوشوش والماسكات علشان نرضي الطرف الاخر، وده مثلا بيبقى واضح قوي في العلاقات، بداية العلاقات اللي هي قبل الجواز، ان كل طرف بيبقى عايز يرضي الطرف الاخر بيلبس ماسك، والماسك ده بيبقى عبارة عن ايه؟ اللي هي انا لا اكذب ولكني اتجمل، اللي هو بيتجمل ببعض الصفات، بيكذب في بعض الحاجات، يا اما ان هو بيظهر، بيفلتر نفسه، بيظهر الجانب المشرق فيه، بيظهر مميزاته وبيلغي عيوبه على اساس انه في حد كامل في الحياة يعني. وعلى فكرة البني ادم اللي بيعمل كده بيعيش في ضغط فظيع، يعني فعلا بيعيش جوه وفي صراع نفسي بيخليه مش مرتاح، عشان هو مش بحقيقته، النفس جوه عايزة تطلع، عايزة تعبر عن نفسها، فهو كده بيقهر نفسه، فهي بتبقى فيها اعتراض مستمر على فكرة، فهو بيبقى مش مرتاح. وممكن على فكرة بعد كل التجمل والكذب والجانب الحلو اللي باين ده، الصراع اللي جوه بيخليه مش متوازن، فبرضه العلاقة ما تتوازنش وبرضه تفشل وما تتمش. ولو تمت، لو حصل وتمت، العشرة بتكشف، بتوقع الماسكات شوية بشوية، بتبين حقيقة الشخص، فهو كده كده بتبقى الصدمة بقى الكبيرة انه مين ده؟ يعني تلاقي مثلا الطرف التاني مش عارف الشخص اللي قدامه، بيبان له بقى العيوب، بيبان له النقص اللي فيه، وبيبتدوا بقى يتعرفوا على بعض من اول وجديد، يا تكمل يا ما تكملش، يا مشاكل. اي عدم وضوح بيعمل مشاكل. احنا يعني اهم حاجة نعترف بنقصنا عشان احنا مش كاملين، ما نخافش ان احنا نترفض، عشان زي ما عندي عيوب ومميزات غيري عنده عيوب ومميزات، لازم الواحد يرضى بنفسه بفجورها وتقواها، لازم يرضى بنقصه. الرضا بالنقص هي اعتراف بكمال الله سبحانه وتعالى، واحنا لما بنقبل نقصنا بنقبل نقص اللي قدامنا، فبتتوازن العلاقة. واصلا اي علاقة حب عشان تتوازن لازم البني آدم يرضى بعيوب اللي قدامه قبل مميزاته، هي دي العلاقة، هو ده أساس العلاقة الصحية وسر توازن العلاقة. إحنا بنرضى بنقص اللي قدامنا وبعيوبه
قبل مميزاته، عشان كلنا كده، فهنرضى بعيوب بعض وهنرضى بنقص بعض، وعيوبنا واختلافنا هيكملنا وهيخلي فيه توازن في العلاقة. هنكمل موضوعنا بس هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. التوازن في الحياة بيتطلب توازن في العلاقات. كل علاقة في الحياة هي جزء من الحياة، مش حياتنا كلها. العلاقة جزء من حياتنا مش حياتنا كلها. لما البني آدم بياخد علاقة ان هي تبقى محور حياته وهي كل حياته، بيبتدي المعاناة وبتظهر المشاكل. يعني مثلا الزوجة اللي بتحط كل تركيزها على زوجها، هو حياتها كلها، بتجنب ولادها، أهلها، علاقاتها، أصدقائها، شغلها لو بتشتغل، ومركزة مع جوزها. على فكرة هو ده بيبتدي يظهر التعلق، بيبتدي يظهر مشاعر الاحتياج المستمرة، علشان هو حياتها كلها هيلبي لها الاحتياج ده ازاي. مشاعر الحزن، مشاعر الخوف من الفقد، مشاعر 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 كلها سلبية. فده بيخلينا في علاقة مش متوازنة. فمهم جدا ان احنا علاقتنا تبقى جزء، مفيش علاقة تبقى كل، علشان حياتنا نقدر نوازنها. كمان الجواز علاقة شراكة، فاحنا محتاجين ولازم نعرف نتعامل فيها ازاي. مفيش حد بيبني شركة وهو مش دارس هندسة، وهو مش دارس بزنس، وهو مش دارس حاجات كتير قوي. فهي شراكة فعلا، فمحتاجين ان احنا ندرس ونتعلم قبل ما ندخلها، من خلال ان احنا نثقف نفسنا، من خلال كورسات، من خلال استشارة ناس متخصصين في مجال العلاقات الزوجية قبل ما ندخل في علاقة. ومهم جدا كمان اننا قبل ما ندي قرار الجواز نكون مؤهلين وجاهزين مستعدين للقرار ده. مش مجرد ان واحد اهله قالوا له احنا عايزين نجوزك فيروح يتجوز وهو مش مستعد، او واحدة قالوا لها سن الجواز خلاص هيفوتك، اللي هي بتاع العنوسة، وهو مفيش سن العنوسة اصلا. العنوسة ان احنا نعيش حياة احنا رافضينها اصلا، فتروح تتجوز. ده طبعا لما طرف بيدخل علاقة بالنية دي بتبقى علاقة مش متوازنة، وبتبقى مش صحية اصلا، بتظلم الطرف التاني على طول، وبتظرف لو كملت بتظلم الولاد في المستقبل. فالموضوع ده المفروض ناخد بالنا منه جدا، علشان العلاقات تتزن محتاجين ان احنا ندخل بنيه الاستمراريه مش بنيه التجربه. علشان نيه التجربه بتبقى خلاص انا هدخل عند اول مشكله، لا 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 خلاص انا هطلع بقى تاني من العلاقه دي. وده سر برضو سبب من اسباب الطلاق المنتشر، انه مبقاش في حد بيتحمل عند اتفه مشكله بيخرجوا منها، عشان هم داخلين بنيه التجربه. لكن لما بندخل بنية الاستمرارية، لما بنواجه مشاكل بنبتدي ان احنا نتعامل معاها، ونبتدي ان احنا نواجهها عشان الحياة تستمر. النية مهمة جدا في العلاقات الزوجية، فياريت نستعد ليها كويس. سلام.